وأنا أؤيد صراحة أنه فعلا إنشاء شركة حكومية وتنافس مكاتب الاستقدام أو تنافس هذا القطاع، أنت تحكم على هذا القطاع بالانهيار. يعني تخيل مثلا الآن لو الشركة الحكومية الآن جت وأعلنت قالت والله أنا بستقدم من الفلبين ب8000 ريال، كل مكاتب الاستقدام حتنتهي. لو قالت والله أنا بأجيب لك في خلال شهر، لاحظ ان هذا القطاع يعتبر ايضا قطاع يعمل فيه مواطنين، يعمل فيه مواطنات، قطاع قائم، مو يعني في ايادي. خليت بالعرض والطلب. اي يعني انت الان يعني عملت اختلال في هذا القطاع، وانا لا بالعكس انا لا اؤيد هذا الامر، لكن انا اقول ركز على المكاتب الموجوده. لدينا يا استاذ جمال الان 1500 مكتب وشركه استقدام موجوده في المملكه. هذه المكاتب هذه اذا والله يعني انا اتوقع الخطوه اللي قامت فيها وزاره الموارد الان لها سنه الان، اللي من ناحيه عمليه تحديد سعر سقفي للتقديم، هذا جدا خطوه ممتازه. يعني الان ما يمكن يجي اي مكتب يجي يقول لك تعال والله انا عندي ضغط تعال باخذ منك 20000، مستحيل. خلاص السعر محدد، احنا الان نامل انه يتم تخفيض السعر، لكن انه احنا الان متاكدين انه لن يتم تجاوز الحد السعري اللي وضعته وزاره الموارد. واحنا نقول وزاره الموارد والله ما قصرتوا، لان على فكره هذه المشكله ترى احنا نعاني منها من سنوات، من عقود. ما هو يا سلام عليك، اكثر من وزير حضر لوزاره الموارد لم يستطع ان يعمل شيء. لكن احنا الان وزاره الموارد الان نتكلم احنا من سنه يعني تقريبا، والله عملت انجاز تشكر عليه.